بسم الله ربنا اجعلنا سفن نجاة وأغثنا يا رحمن يا كريم. ما زلنا بصدد الحديث عن رقم 7. بالنسبة للبحارة في عبر تاريخهم في عدة أمكنة يعتبروا اللي يحب ينجو من كما كنت من مخاطر البحر حين تولي الأمواج كالجبال. يقول أنا باش نحب نرجع لأهلي أو نرجع حتى لنفسي حي ليس بالميت، وعندهم علاقتهم بنسائهم اللي الجو ذاك الجو متاع كل مرأة خرج زوجها للبحر يصطاد السمك تعرف أغلب الحين مش باش يرجع، تبلعوا المياه وتاكلوا الحيتان مش الأسماك الحيتان كي البال. حدش يقول قولك أنا إذا كان حديث ساقية من بداية علاقتي اليومية بالبحر حديث ساقية بالماء خلي 7 أمواج تمر وبعد نحط رأسي 7 مرات هوني 7 أمواج و7 الرأس على ملف الماء أو عليهما مر عليه الماء وقت اللي ملقح ضد سوء العاقبة. وإحنا عندنا القرآن الكريم سبحان ربي كيفاش علمنا لهؤلاء البحارة من نوع الخبيث من نوع اللي ما تخوش بكلامه، خاطر يعد الرحمن وقت شدة هيجان البحر ويعدوا يقولوا لئن أنجيتني ورددتني إلى اليابسة لأكونن من المؤمنين. قال شيء في جو الأمن أنا منع ربي باش تشوف ربي مكر قداش صابر على أعدائي وعلى الكذابين وعلى يعدوا ويخلفوا. لا أكون من الموحدين، لا أكون من الشاكرين، رجع شيء يرجع لغيوانه أو أكثر من غيوانه. كان تعطى كالخمر ولي في موجون مع الخبيثات وانت ماشي. نسأل الله السلامة.